الماضي حصلنا او خدنا اصدر مجلس الوزراء قرار بعوده ارض الحزب الوطني الى المتحف المصري، ولكن كان في خلاف بين بعض الاراء بالنسبه لمبنى الحزب الوطني. البعض يرى ان هو مبنى له قيمه معماريه، والبعض الاخر يرى ان هو يجب ان يزال. انما هي الارض لا خلاف على انها تخص المتحف المصري منذ وقت التاسيس، وبقرار حل الحزب الوطني اصبح المبنى قميء بالنسبه للزائرين للمتحف المصري. هل في تعليقات بتجيلكم الزائرين حاليا؟ كلهم يعني سلبيه كلها، ما فيش اي تعليق ايجابي. فإن احنا كوزاره الاثار عندنا فكره ان احنا نعيد المتحف الى اصله او الى طبيعته، واللي من ضمنها ارض اللي اقتطعت في عام 54 ان احنا نبدا نعملها اعاده تصور لبناء قاعات للعرض، قاعات للمسرح او للمحاضرات او للسينما، ممكن كافيتريات للزائرين، ممكن حديقة متحفية، نوسع الحديقة المتحفية. وده هيبقى شيء يفيد الزائر ويفيد السياحة المصرية ويفيد المتحف المصري من جميع الأوجه.